يومين ورا الأوديتور جنرالي لقى طالبة ليكون انفستيغات لنفق تكوازي 137 مليون يورو للكوميسيون مالتية الفيلمس قاملت من فلوس البوبلو للكوميساريو الفيلم سولان أسل منسترو تاتوريزمو ما يريدوا يواجبوا دوار كيف أتين تفقوا داون المليون كلها بالمنسترو كليتن بارتولو يبروفاي دور المستقصي تالجورناليستي في بالون بوليتيكو في كونفرنسة الأهباريت كان بارتولو كيف كوليو وهانغريك بقى ما سبيقاوش الديسكريبانسة بين لمونت 137 مليون يورو اللي يتناسعوا للكمباني برانين مثل مقابل ما داك اللي سبوست يهدو المالتين وداك للاندوستريا سبوست هاللي في الاكونومية مالتية كم منهم فيرا مارجو كمباني ومسمالتين وكم منهم بازل مارجو كمباني اللي كريو الكاميرا سوداو والاكمنت من عام هل تقنع مارش الاكونومية مالتية مجاة سرح راسك للأبورت هو بيهت صد مارك ينفرشن ستاو نعمل انتقبت فوق دان الكنت الدتالي ما نمانديش هونيك قليش كيف قال طيب الكوميساريو كنا عمل تشانس على المستقصي التكنيكي ما عمل هذا البروبليم وفنو فزين الكونتروفرسيا كلها الكوميساريو يوهان غريك هاس لي شهاجة تدها الفات لجي مستقصي يكندوشي رزنيا ما تخش لي عندك تورى بسكم تنتم لفزيقاتيوني في الكونفرونت تياك وهيك كيف الكوميساريو تاع الفيلمس ما كانش كاباتي يويجب المستقصي اللي سارولو كلو يقبس المينسترو كليتن بارتولو يويجبو من فلوكو باللي ريسبوندي بلاكتر موت بارتيجيان سيسا سكونتي تشيف ريبوبليكات من الكوميسيوني اوروبيا دوار الستيت ايد يرزولتا للكوميسيوني تاع الفيلمس هالست يو اوبليغات روها لتهلس لامون جلوبالي تاع اكتر من 144 مليون يورو من فوندي بوبليشي في 5 سنين فافور ديفيرسي كومباني بريفاتي الكمية 37 مليون انتفقوا فوق بنفيتشياري برانين